الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذن يعني الأسبوع تعاملات الأسبوع الماضي كان لديها العديد من البيانات الاقتصادية، من الملفت أنها جاءت أعلى من التوقعات تحديدا في الولايات المتحدة. كيف تأثرت أسواق العملات في ظل هذه البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا مفاجأة كبيرة إن صح التعبير في الأسواق المالية العالمية الأسبوع الماضي، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين والذي يقيس معدل الارتفاع في الأسعار أو معدل التضخم إلى 8.6%. هذا المستوى هو أعلى مستوى منذ 40 عاما مضت. هذا ما أعطى الأسواق المالية السبب للتشاؤم الكبير. شهدنا انخفاض في مؤشرات الأسهم وتزايد القلق في الأسواق المالية، مما تسبب بالتوجه إلى الدولار الأمريكي الذي ارتفع بشكل قوي مقابل سلة من العملات، ليغلق الدولار الأمريكي عند 104 نقاط بالنسبة لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. وهذا أيضا الارتفاع الكبير في الدولار تسبب في توتر كبير في أسواق العملات، خصوصا ونحن ننتظر هذا الأسبوع قرارات مهمة جدا من البنوك المركزية، إلى جانب بيانات اقتصادية هامة ستصدر من الولايات المتحدة الأمريكية. أستطيع أن أصف الأسبوع الماضي على أنه أسبوع المفاجآت، حيث أن التوقعات كانت تشير لاحتمال ثبات التضخم، لكن المفاجأة جاءت بارتفاع هائل بالتضخم. ارتفعت أسعار الغذاء في الولايات المتحدة 10%، ارتفعت أيضا أسعار أدوات الطاقة 34%. كل هذه المفاجآت أعطت انطباع بأهمية اجتماع الفدرالي الأمريكي المنتظر يوم الأربعاء المقبل. نعم سركيس، يعني هذا الأسبوع الذي وصفته بأنه كان مفاجئا، هل نتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع أيضا بعض المفاجآت من هذه البيانات الاقتصادية تحديدا في الولايات المتحدة؟ وماذا عن الحديث لبعض المؤسسات الدولية بأن نسبة الرفع لمعدلات الفائدة من الفدرالي الأمريكي قد تصل إلى 75 نقطة أساس عوضا عن 50 نقطة أساس في ظل معدلات التضخم المرتفعة؟ صحيح، هذا ما ستحدده أيضا بيانات اقتصادية منتظرة هذا الأسبوع، متمثلة في بيانات التضخم عند أبواب المصانع، وهي أسعار السلع الداخلة إلى المصانع قبل وصولها إلى المستهلكين بحسب مؤشر أسعار المنتجين، وكذلك نحن بانتظار مؤشر مبيعات التجزئة. هذه البيانات ستسبق قرار الفدرالي الأمريكي الذي سيصدر الساعة 9 مساء يوم الأربعاء المقبل. هذه البيانات الاقتصادية ربما ستحدد مقدار رفع الفائدة، لكن باعتقادي شخصيا رفع الفائدة هذا الشهر سيكون على الأرجح في 50 نقطة أساس، لكن سيتم توزيع رفع الفائدة على 3 رفعات قوية بأسعار الفائدة. هذا الشهر 50 نقطة أساس، الشهر المقبل أيضا 50 نقطة أساس، وشهر 9 المقبل أو شهر أيلول قد نشهد رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس إذا لم تنخفض معدلات التضخم. هذه الرفعات القوية بأسعار الفائدة قد يوضحها لنا الفدرالي، خصوصا ونحن هذا الأسبوع سنكون ليس فقط مع قرار الفدرالي، بل سيصدر أيضا الفدرالي الأمريكي توقعاته الاقتصادية المحدثة التي ستشمل معدلات التضخم المتوقعة، أيضا النمو الاقتصادي المتوقع. بالتالي هذا الأسبوع ربما سنكون أمام مفاجآت أخرى مع البيانات الاقتصادية التي تم الإشارة إليها، إلى جانب رفع الفائدة المحتمل بشدة بالفدرالي الأمريكي، وكذلك توقعاته الاقتصادية أمام أسواق العملات. أسبوع رائع بالنسبة لمحبي التداولات المتذبذبة، قد نشهد تداولات متذبذبة وكبيرة في أسواق العملات، خصوصا العملات المرتبطة مع الدولار الأمريكي. نعم، ماذا عن اليورو إذن بعد قرار المركزي الأوروبي بإيقاف يعني برنامج شراء السندات، ويعني البدء برفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل؟ يعني هل وجدنا بعض التحركات لليورو؟ هل استفاد من هذا القرار في ظل الارتفاع الحاصل في مؤشر الدولار أيضا؟ بالفعل قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي هو من قلل من الاتجاهات الهابطة التي حصلت في اليورو أمام الدولار. أغلق اليورو تداولات الأسبوع الماضي عند دولار وخمسة سنتات أمريكية. لولا قرار البنك المركزي الأوروبي وتلميحاته لرفع الفائدة الشهر المقبل، لربما شهدنا اليورو قد أغلق عند مستويات دولار وأربع سنتات أو حتى دولار وثلاث سنتات. لكن لهجة المركزي الأوروبي خففت من الضغط الهابط الذي عانى منه اليورو أمام الدولار،
لكن في نفس الوقت يجب أن نرى حقيقة أن اليورو ما يزال ضعيف جدا أمام الدولار الأمريكي وسط توقعات تسارع وتيرة رفع الفدرالي الأمريكي للفائدة مقابل رفع تدريجي جدا وبكميات صغيرة بالنسبة للفوائد في البنك المركزي الأوروبي. والآن بدأ المستثمرون يراقبون أسواق السندات الأوروبية وكيف سوف تتجاوب مع الفترة ما قبل بداية رفع الفائدة في المركز الأوروبي الشهر المقبل وليس هذا الشهر، مما سيمنع الدولار أفضلية إن صح التعبير على اليورو خلال هذا الشهر أو ما تبقى من هذا الشهر وربما الشهر المقبل لحين اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم. نعم سركيس، يعني في ظل هذا الاضطراب في الأسواق تحديدا أسواق العملات، ألن تجد العملات الملاذات الآمنة فرصة للارتفاع كالين الياباني والفرنك السويسري في ظل هذه الاضطرابات إن صح التعبير؟ الآن بالنسبة للفرنك السويسري والين الياباني ارتفعت أزواج العملات. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأن الدولار ارتفع مقابل تلك العملات، أي أن الين الياباني انخفض، وبالفعل يتداول الين الياباني عند أدنى مستوى منذ عام 2002 عند 134 ين للدولار الأمريكي الواحد، كما أن الفرنك السويسري انخفض بشكل ملموس مقابل الدولار. لكن لو نظرنا إلى بعض العملات كملاذات آمنة، بالفعل حصل بعض الطلب على هذه العملات، لكن بما أننا ننتظر هذا الأسبوع قرار البنك الوطني السويسري المتوقع أن يثبت فيه أسعار الفائدة عند سالب 75 نقطة أساس، ومع توقعات أيضا بنك اليابان أن يحافظ على معدلات الفائدة السلبية لفترة مطولة من الزمن، هنا نلاحظ أن الدولار يتم طلبه بكثافة كملاذ آمن حتى على حساب الملاذات الآمنة الكلاسيكية مثل الفرنك السويسري والين الياباني. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار كنت معنا من عمان.